هذه الشيلة إهداء من حميد مجاهد الجعدلي. يا هادي سيب الله من وسط العماد، جهز من الأبيات مكتوب راقي، أو خص من يسكن في أوساط الأحداد، أخوة لهم مقدار بين الرفاقي. يا هادي سيب الله من وسط العماد، جهز من الأبيات مكتوب راقي، وخص من يسكن في أوساط الأحداد، أخوة لهم مقدار بين الرفاق. واليوم فرحتهم وتزداد الأشواق، وتزيد بهجتهم بيوم التلاقي، عرس جو بالنور والنور قد فات، فالكون يشعشع نور خير أصدقائي. عبد المجيد دكتور في الطب سباك، والطب من حسين يملا السواقي، صادق أخوه الجيد هو رمز الأخلاق، رمز الوفا والطيب خير الرفاقي. ابن العماد الصن وله طبع براق، وصعب مثل مهند الجود نلاقي، يا رب ترزقهم يا خير رزاق، وزيدهم يا رب كل التراقي. مبروك مليارات من فوق الأفاق، مهداه في عرس العماد والشقاقي. يا هادي سيب الله من وسط العماد، جهز من الأبيات مكتوب راقي، وخص من يسكن في أوساط الأحداق، أخوة لهم مقدار بين الرفاقي. واليوم فرحتهم وتزداد الأشواق، وتزيد بهجتهم بيوم التلاقي، عرسان جوب النور والنور قد فاق، فالكون شعشع نور خير أصدقائي. عبد المجيد دكتور في الطب سباق، والطيب من حسين يملا السواقي، صادق أخوه الجيد هو رمز الأخلاق، رمز الوفا والطيب خير الرفاقي. مبروك مليارات من فوق الأفاق، مهداه في عرس العماد والشقاقي. لتنفيذ الشيلات والزفات.